جدا مؤجلا الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الاحترافي انوي لكرة القدم بين اتحاد طنجة والنهضة البركانية. حوار من الحوارات التي نتمنى أن تقدم مستوى عالي جدا في كرة القدم بين اتحاد طنجة الذي لن يرضى بالفوز بديلا أمام النهضة البركانية المزهو المتوج باللقب الإفريقي لقب كأس الكونفدرالية عن جدارة واستحقاق في مدينة أويو في نيجيريا. مرة أخرى نهنئ فريق النهضة البركانية. وتنطلق في هذه الأثناء مباراة اتحاد طنجة والنهضة البركانية. كرة لاتحاد طنجة إمكانية للوصول للمرمى، كرة من بن علي وتدخل الدفاع يوسف بن علي تمنح الفرصة لاتحاد طنجة الانطلاق، الانطلاق من الطرف الأيسر وبعدي بعدي يتدخل والحكم يقول ضربة زاوية لفريق هنا في طنجة. كرة تلعب طنجوية، طنجوية مبعدة من طرف إبراهيم البحراوي يلعب لتضييق الخناق للاعبي الاتحاد في هذه المباراة نحو محمد علي. محمد علي يلعب كرة بعيدا عن مرمى الحارس حمزة الحمياني لفريق النهضة البركانية نحو إبراهيم، والتغطية في النهاية من دفاع اتحاد طنجة. يمر العبور واجد حمزة الحمياني اتحاد طنجة، لكن الضيع من بن علي. وحمزة الأقراقي في خط وسط النهضة البركانية، وخطأ يعلن عن حكم المباراة السيد دكردت. محترمين جدا، كرة للأمام نحو إبراهيم لكن أقرب لاسم أخرى من الطرف الأيمن بلمسة ممتازة جدا. الشوني والكرة تتحول ضربة زاوية لفريق اتحاد طنجة. اتحاد طنجة الأكثر وصولا للمرمى، شوف طريقة تدور الكرة، عمل كبير جدا أوتوماتيزم. طنجاوية بن علي يلعب كرة في منطقة الجزاء بالرأس من ياسر من طرف اثنين ثلاثة بيهم، يلعب كرة في منطقة الجزاء بالرأس وتدخل كوناتي عكس الأشمل للاتحاد جديد. طنجاوية نحو بن علي وخروج حمزة الحمياني التغطية عارفين قدره، ودي كرة النهضة البركانية للنهضة لكن تدخل دفاع اتحاد طنجة الطرف الايسر لاتحاد طنجة. تحديدا الكرة من نعمان عرب يلعب عرب لكن بعيدا. خوان بيدرو بن علي يوجه لاعبي يدعم لاعبي إمكانية البناء بلمسة للأمام كان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان في الكرة الماضية. كرة من نعمان عرب. المباراة بين فريقين اتحاد طنجة وفريق النهضة البركانية. عبد الكريم بعدي يحاول يمر بعدي والحكم يقول واصلوا لعب لوجود أي شيء في الكرة الماضية. كرة للحارس طنجة، كرة من حمودان حاصل من طرف ثلاث لاعبين والحكم يتدخل ويقول ضربة خطأ طنجاوية. إصابة حمزة الأقراقي الذي نتمنى أن يعود سالما معافى. يلعب من الطرف الأيسر حمزة المساوي، كرة عرضية لفريق النهضة البركانية والتغطية في آخر لحظة من طرف كوناتي. إبعاد الخطر عن مرمى اتحاد طنجة. يمر والكرة تسدد في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، الشباك تمنع فريق النهضة البركاني من الوصول للمرمى. كرة وهي كرة لفريق النهضة البركاني، الكونتر اتاك يقوده حمزة الأقراقي، يسدد الأقراقي وتدخل هشام العشير يلعب الحمودان ويوسف ضيوف التغطية يلعب كرة ضربة زاوية لفريق اتحاد طنجة. لا وفي الثانية تدخل لاعبي النهضة البركاني، جات الثالثة تسدد لكن بعيدا من أقليد وبعيدا عن مرمى الحارس حمزة الحمياني. النهضة البركاني من حمزة الموسوي، موسوي لشادراك، شادراك حاول يمر والكرة ضربة زاوية. المدة في تنفيذ المتابعة من هشام المجد يدخل ويبعد الكرة بعيدا عن مرمى والخطورة بعيدة عن مرمى. في انتظار الوقت البدل بلمسة سفيان المدن، سفيان يلعب ممتازة جدا سفيان المدن، كان قرار ممتاز. ربما دي تعليمات فلوري بينجي يقولهم عامل الرياح يلعب دور مهم جدا قد يرشح كفة
الفريسر شادراك موزونغو 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 لحمزة دقراقي في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، والحكم يرفع الراية، راية مرفوعة، راية مرفوعة من طرف الحكم المساعد. أخطر فرصة نظر أنجا من الطرف الأيسر لمين، كان خطأ في الكرة الماضية من لمين كاميرا على لاعب اتحاد طنجة، وضربة خطأ يعلن عن الحكم، بطاقة صفراء للمين